بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، رؤساء الدول والحكومات، السادة ممثلو المنظمات الدولية، السادة الوزراء، السادة والسيدات، يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته لهذا الاجتماع الطارئ ذي الأهمية القصوى، كما أشكره جزيل الشكر وكذا الحكومة والشعب المصريين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وجودة ظروف انعقاد هذه القمة. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أخرج عن بعض قواعد البروتوكول المعهودة لأقول أن الظرف الذي يكتنف الحرب الشعواء على غزة وما ينجر عنها من تدمير غير مسبوق لأي مدينة في التاريخ وقتل المدنيين من أطفال ونساء وعجز ومرضى هو ظرف يستدعي الإحجام عن الكلام والدخول الفعلي في ترتيب الرد المناسب. ليس هناك مجال لغير ذلك. إننا في الاتحاد الإفريقي ومنذ اللحظة الأولى طالبنا بالوقف الفوري للعنف ولتعبئة الدعم الإنساني من غذاء وماء ودواء، كما دعونا إلى مضاعفة جهود التنسيق بين كل مناصري هذا الموقف من كافة الفاعلين الدوليين. وعلى صعيد أنين، فإننا ندعو إلى إطلاق سراح الرهائن المدنيين خاصة النساء والأطفال، كما نحيي جهود دولة قطر في هذا الصدد، ونتمنى أن توفق في مزيد من التفريج عن الرهائن. أما فيما يتعلق بجذور الصراع، فنحن وبصراحة ندعو إلى تشكيل جبهة عالمية مفتوحة لوقف اللجوء إلى كل أشكال العنف خاصة ضد المدنيين، وانطلاقا من المبادئ الثابتة والقرارات الدولية والإفريقية ذات الصلة، فإننا نشدد على أن الحرب الراهنة والأزمة الدولية الخطيرة التي تنزر بها في المنطقة برمتها من الضروري أن نخرج منها عاجلا بقرار فاعل حول إعمال مبدأ الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية المستقلتين الآمنتين المتسالمتين المتعايشتين في علاقة حسن جوار ذات منافع مشتركة ومتبادلة لهما ولشعبيهما ولكافة شعوب المنطقة. إننا نرى أن أي اتجاه غير هذا لن يؤسس للسلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم. وفي هذا السياق، فإن الاتحاد الإفريقي لمستعد استعدادا تاما لإضافة جهدي المتواضع لمجهوداتكم جميعا لإحداث الوزبة الدولية المطلوبة. إن قيم الحرية والعدل والمساواة والسلام وكذا القانون الدولي ومرجعية الأخلاق الإنسانية المستوجاة من كل المذاهب والأديان والفلسفات تفرض على الضمير البشري وثبة استدراك من هذا المستوى. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.